بكم إلى نشرة الظاهرة من طنجة، والبداية بأبرز العناوين. المناظرة الوطنية للسياحة في دورتها 11 تنطلق بالرباط، والمشاركون يناقشون سير رؤية 2020 الرامية لجعل القطاع أحد محركات التنمية الشاملة. باراك أوباما يعلن أن واشنطن استهانت بقدرات تنظيم الدولة الإسلامية مع مبالغة في تقييم قدرة وعزيمة الجيش العراقي في قتال التنظيم. التونسيون يتطلعون للاستحقاقات الانتخابية بآمال عريضة في رفع تحديات النمو والازدهار والانتقال الديمقراطي. أهلا بكم من جديد. نبدأ نشرتنا من المغرب، حيث انطلقت بالرباط المناظرة الوطنية للسياحة في دورتها 11 للوقوف على سير رؤية 2020 التي تتطلع إلى مواصلة العمل لجعل قطاع السياحة أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب. وقد أكدت الفيدرالية الوطنية للسياحة على ضرورة تعزيز ميزانية الترويج والإنعاش السياحي المخصصة من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة، وذلك بهدف تكريس صورة ومصداقية القطاع السياحي على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا الصدد قال رئيس الفيدرالية علي غنام بمناسبة المناظرة الوطنية للسياحة، قال إن ميزانية الترويج في المغرب لا تتعدى حاليا 500 مليون درهم، أي ما يمثل 0.57% من إجمالي المداخيل السياحية. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من الرباط عبر الأقمار الصناعية الكاتبة العامة لوزارة السياحة ندى رودياس. نعتذر لعدم تمكننا من الاتصال بالكاتبة العامة لوزارة السياحة ندى رودياس، وسنعود لهذا الموضوع بعد قليل. نبقى في المغرب، حيث قال منظمو إضراب 23 من سبتمبر أيلول، قالوا إن الإضراب حقق نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت نسبة المشاركة فيه 80%، بينما تقول الحكومة إن السير العام لمرافق الدولة والخدمات لم يتأثر، متسائلة عن الأسباب الحقيقية لهذا الإضراب. في هذه الشاشة التفاعلية لمحمد بورويس نتوقف عند واقع العمل النقابي بالمغرب وتفاعلات إضراب الثلاثاء الماضي. حياكم الله. تبينت التقييمات بشأن الإضراب الذي دعت إليه نقابتا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل بين الحكومة والمضربين. المركزيتان النقابيتان المعنيتان أشادتا من جانبهما بما اعتبرتاه حجم الانخراط الواسع في هذا الإضراب الوطني، وأكدتا في بلاغ مشترك افتخارهما واعتزازهما بتجاوب الشغيلة مع الإضراب. وبالمناسبة الصور المعروضة على الشاشة هي مجرد صور تزيينية لمظاهر احتجاجية وليست متعلقة بإضراب الثلاثاء الماضي. بحسب مصادر نقابية فإن نسبة نجاح الإضراب يوم الثلاثاء الماضي ناهزت 80% في العديد من القطاعات كالتعليم والعدل والصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني والطاقة والمعادن والثقافة. المصادر ذاتها أكدت أن هذا التجاوب يترجم حجم تذمر الشغيلة المغربية. أما الحكومة من جانبها فاعتبرت الإضراب الذي شهدته قطاعات الوظيفة العمومية غير مؤثر بشكل عام على السير العادي لمرافق الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات، بحسب تصريح لمحمد مبدع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وسائل إعلام نقلت عن الوزير تقديره لنسبة نجاح الإضراب ب 15% فقط، ونفيه وجود دوافع حقيقية لخوض الإضراب في ظل استمرار باب الحوار والنقاش مفتوحا بشأن مختلف المطالب. الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أكد أن مجال الحوار توسع ليشمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة بشأن ملف التقاعد.
إضراب الثلاثاء تزامن مع إعلان أساتذة الجامعات عن خوض إضراب لمدة 3 أيام دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي بسبب ما اعتبرته النقابة غياب الإرادة من أجل الإصلاح الشمولي للجامعة العمومية التي تعاني من خلل بنيوي بحسبها، فيما اعتبرت الحكومة الإضراب في قطاع التعليم العالي ذا خلفية سياسية، خصوصا وأن توقيته يأتي بالتزامن مع إضراب قطاع الوظيفة العمومية. وتتهم العديد من المركزيات النقابية الحكومة بالتعاطي بشكل انفرادي مع ملفات تهمها، وفي صدارتها ملف التقاعد الذي أعلنت الحكومة نيتها مباشرة الإصلاح فيه. وتثير اقتراحات الحكومة بخصوص الرفع من سن التقاعد وزيادة مساهمات الموظفين في صندوق التقاعد غضبا في أوساط هيئات نقابية، ويجسد هذا الرفض جانبا من الخلاف في وجهات النظر بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين بخصوص ملفات أخرى كإصلاح صندوق المقاصة والرفع من أسعار المحروقات والحريات النقابية ومسألة الاقتطاع من الأجر في حالة الإضراب. عودة لموضوع المناظرة الوطنية للسياحة في دورتها 11 والتي انطلقت أعمالها اليوم بالرباط، وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من الرباط عبر الأقمار الصناعية الكاتبة العامة لوزارة السياحة ندى رودياس. عفوا، أهلا رجاء. أهلا وسهلا لينا، أهلا بك. أهلا رجاء، تفضلي. إذا بالنسبة للمناظرة فستختتم أشغالها بعد قليل. إذا المناظرة الوطنية للسياحة 11 ستختتم بعد لحظات. إذا خلال هذه المناظرة تم استعراض أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة خلال هذه الفترة، ومن أهم الإنجازات التي قامت بها الحكومة أنه المغرب تمكن إلى حدود الآن من استقبال أزيد من 10 ملايين سائح بارتفاع ب8%. يتوفر المغرب الآن على 30,000 سرير، ويشغل أو يشغل القطاع السياحي حوالي 50,000 منصب شغل. أبرز ما جاءت به كلمة وزير السياحة هو قرب الإعلان عن قرب تأسيس الهيئة العليا للسياحة، هذه الهيئة التي ستسهر على حسن تنزيل رؤية 2020 للقطاع السياحي. وأيضا تمت الدعوة إلى خلق مروج وطني للسياحة الداخلية، والحكومة تقول أنها مستعدة للشراكة في هذا الإطار بين القطاعين العام والخاص أيضا. إذا كما تم الإعلان أيضا عن إحداث وكالة للتنمية للقطاع السياحي، وسيؤخذ بعين الاعتبار خلالها الجهوية الموسعة. كما قلت قبل قليل لنا تحضر إلى جانبي السيدة ندى رودياس وهي الكاتبة العامة لوزارة السياحة. أهلا بك سيدتي. أهلا وسهلا. إذا بداية نود أن نتحدث عن الإنجازات المحققة إلى حدود الآن في القطاع السياحي، كيف من مقارنة بين الأهداف المسطرة ل 2020 وما حققتموه إلى حدود الآن، كيف هي النتائج؟ شكرا على الدعوة. بالفعل هذه المناظرة كانت فرصة بالنسبة لنا للوقوف عند النتائج اللي حققها قطاع السياحة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لأن هذه المناظرة كتأتي هي الأولى بعد انعقاد المناظرة ديال 2010 اللي تمت فيها انطلاقة رؤية 2020 تحت الريادة السامية لصاحب الجلالة. بالفعل قطاع السياحة كنا نقولوا اليوم أنه حقق إنجازات مهمة. كما ذكرتوا اليوم حنا كنستقبلوا أكثر من 10 مليون سائح، وقربنا نحتلوا الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي. قطاع السياحة في الثلاث سنوات الأخيرة استطاع أنه يضاعف عدد الوافدين على المغرب بنمو 8% ديال النمو. كذلك حقق عائدات فيما يخص العملة الصعبة اللي وصلت بلغت 174 مليار ديال الدرهم، واللي هو مهم أيضا هو أنه قطاع مشغل، وهذه النتائج مكنتنا أننا نخلقوا 50,000 منصب شغل إضافي في هذه الفترة. هذه يمكننا نقولوا أنها نتائج إيجابية، خصوصا بالنظر إلى الظرفية اللي كيعرفها المناخ العالمي سواء على المستوى الاقتصادي أو الجيوستراتيجي. هناك اضطرابات كيعرفها الجميع، وهذا كيبين على أن قطاع السياحة هو قطاع يمكن الواحد يرتكز عليه، لأنه كيستطع أنه يصمد في هذه اللحظات هذه.
ولكن الا نظرنا بالنسبه للاهداف ديال رؤيه 2020 كما تطرقنا له في هذه المناظره، هناك يعني بعض الاوراش اللي يجب اننا نسرعوا بالوتيره ديالها باش نحققوا هذه الاهداف لانها اهداف مهمه. تحدثنا على وتيره الاستثمار، اليوم حققنا بلغنا في الثلاث سنوات الاخيره واحد المعدل ديال 8 ديال المليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات سنويا. الا بغينا نحققوا اهداف رؤيه 2020 خصنا نضعفوا هذه الوتيره ونوصلوها لما يناهز 15 مليار درهم سنويا ديال الاستثمار. هذا كيعني ان الدوله خصها تجند هي والقطاع الخاص باش يوضعوا ميكانيزمات واليات باش يوجهوا الاستثمار، لانه كاين هناك رهان ديال توجيه الاستثمار في مناطق نائيه اللي هي اقل جاذبيه بالنسبه للمستثمر. فيجب على الدوله ان تضع محفزات، وتم النقاش والمناقشه حول ذلك في هذه المناظره، لان يجب ان تدخل في عين الاعتبار هاد المحفزات داخل لا شارت د لانفستيسمون اللي الدوله بصدد انجاز ديالها، وكذلك الرفع من وتيره التمويل البنكي. وهنا كانت ايضا تعهد ديال الحكومه انها توضع واحد لو فون دو غارونتي اللي غادي يمكن القطاع البنكي باش انه يصير اكثر هاد الوتيره ديال الاستثمار. اذا بما اننا نتحدث عن التحفيزات التي تقدمها الوزاره، يعني هناك 420 مليون درهم، وهو يعني صندوق ما يتوفر عليه صندوق الدعم الموجه لفائدة يعني المقاولات السياحية بشكل عام في إطار برنامج مساندة السياحة. كيف يعني المقاولات السياحية الآن تطمح إلى الرفع من حجم يعني المبلغ المتوفر الآن؟ هل ستساعدون المقاولات السياحية في ذلك؟ اللي لازم زعما نذكروا في هذا الباب هذا هو اننا تكلمنا على رفع وتيره الاستثمار، تكلمنا كذلك على المجهود اللي خص يقوم به المغرب للترويج اكثر للوجهه المغربيه، لان كاين امكانيات وتكلمنا على الامكانيات المحدوده واللي خص لازم الدوله هي ترفعها. ولكن السياحه كما قلتم السياحه كتعتمد كذلك على مقاولات كبرى، مقاولات صغرى ومتوسطه، ولهذا برنامج رؤيه 2020 كان خصص واحد الشطر، واحد الورش اللي هو مهم اللي هو تنافسيه المقاولات. وفي هذا الاطار جات هذا الميكانيزم اللي سميته مسانده سياحه لمواكبه المقاولات الصغرى والمتوسطه، هو بمثابه دعم كيتعطى للمقاولات باش تحسن التنافسيه ديالها في العديد من المجالات. لما هذا لو فون مازال هو اليوم لم يتم استغلاله ب 100%، اذا الا كانت الحاجه ربما سنناقش مع الشركاء رفع منه، ولكن احنا مازال بعاد من هذا. اذا سيده ندى شكرا جزيلا لك، اعود اليك لينا، شكرا واعود اليك في نشرات لاحقه. شكرا لك رجاء فضلي مراسلتنا من الرباط، شكرا جزيلا لك ولضيفتك. أمر قاض بالمحكمة الوطنية أعلى هيئة جنائية بإسبانيا بحبس عضو يشتبه في أنه زعيم الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، أمر بحبسه دون كفالة وذلك تحسبا لفراره من التراب الإسباني وطمس الأدلة بحسب ما ذكرت مصادر قضائية في مدريد. وقالت المصادر نفسها إن التحقيقات أظهرت أن المتهم وهو عسكري سابق كان قد اعتقل بمليليا المحتلة، ويتزعم خلية جهادية كانت تستعد للانضمام إلى تنظيم داعش وله سوابق جنائية وحكم عليه بالسجن هذا العام. كما كان المتهم موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة ضده عن المغرب بتهمة الانتماء إلى مجموعات مسلحة تعد لارتكاب أعمال إرهابية. أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية استهانت بقدرات تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقال أوباما في مقابلة أجرتها معه شبكة CBS، قال إن مقاتلي تنظيم القاعدة الذين طردتهم واشنطن والقوات العراقية من العراق تمكنوا من التجمع في سوريا ليشكلوا تنظيم الدولة الإسلامية الجديد والخطير. وأضاف أوباما أنه وفقا لمدير المخابرات الوطنية فإن الولايات المتحدة قللت من شأن الأحداث الجارية في سوريا في الوقت الذي بالغت في قدرة وعزيمة الجيش العراقي على قتال التنظيم. المزيد عن حرب تنظيم داعش في العراق وسوريا في تقرير مريم السوري.
يبدو أن ما يحدث في سوريا من أعمال عنف وقتل وتدهور الأوضاع هناك دفع بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ليقر بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية استهانت بقدرات تنظيم داعش في سوريا. في مقابلة تلفزية صرح أوباما بأن مقاتلي تنظيم القاعدة الذين هزمتهم الولايات المتحدة والقوات السنية في العراق تمكنوا من التجمع في سوريا ليشكلوا هذا التنظيم. رئيس لجنة الاستخبارات القومية اعترف أنهم أساءوا تقدير ما يحدث في سوريا. تنظيم القاعدة في العراق كان مجموعة خطرة وخططت مشاة البحرية الأمريكية لدحرها بمساعدة القبائل السنية، لكن مقاتلي القاعدة عمدوا إلى الاختباء. وفي فترة فوضى الحرب الأهلية السورية أصبح هناك مساحة شاسعة خارج سيطرة الحكومة، فتمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم. الرئيس الأمريكي يعتبر أن مسؤولي الدعاية في داعش أصبحوا ماهرين في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي واستقطبوا مجندين جدد من أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الإسلامية. أوباما لم يخفي أن جزءا من الحل سيكون عسكريا وأكد أن القتال ضد هؤلاء يجب أن يكون من شقين، الأول محاصرتهم عسكريا والثاني تخفيف التوترات ضد السنة والشيعة. في الحملة البرية تريد واشنطن الاعتماد على القوات العراقية والكردية فضلا عن الثوار السوريين الذين سيتلقون تدريبا في وقت قريب، فالكونغرس الأمريكي أعطى تفويضه لتجهيز وتدريب مجموعات معارضة سورية معتدلة. منذ أسابيع والولايات المتحدة ودول عربية تشن غارات جوية ضد أهداف تنظيم داعش في العراق، ووسعت من نطاق الحملة لتشمل أهدافا في سوريا الأسبوع الماضي. ضمن الحملة التي تشنها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، شاركت مريم المنصوري في الغارات الجوية على مواقع داعش بسوريا لتكون أول إماراتية تقود طائرة حربية مقاتلة، إلى جانب اتخاذ زمام المبادرة في قيادة السرب الأول لطائرات بلادها المشاركة في الضربات الجوية على تنظيم داعش. التفاصيل في تقرير مريم البودادي. عند الحديث عن المهام الصعبة والحروب والعمليات العسكرية، أول ما يتبادر إلى الأذهان هم الأشخاص الذين يكلفون بهذه المهام. عالم ذكوري بامتياز، من الواجب أن تتوفر في عناصره صفات الذكاء والقوة والإصرار. مريم المنصوري امرأة خرقت الأعراف ليوصلها إصرارها ومثابرتها إلى مراتب مكنتها من المشاركة في قصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. عملية عسكرية عادة ما تسند للمقاتلين من الرجال، إلا أن هذه المرأة الإماراتية التي تبلغ من العمر 35 عاما أكدت أن المجال العسكري ليس حكرا على الرجال، وأن التكوين الجيد والدعم يستطيعان كسر الحواجز التي وضعتها بعض المجتمعات العربية بين النساء والعديد من المجالات. للطرفين المرأة والرجل حق في ممارسة أي مجال مع الإخلاص والإصرار والعزيمة وتطوير وتسليح الذات بالقدرات العلمية والعملية للوصول إلى أعلى المراتب لخدمة هذا الوطن. الرائد مريم المنصوري تمكنت من المشاركة في إحدى أكبر العمليات العسكرية إثر انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى باقي الدول في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. نتحول إلى تونس، حيث يعقد التونسيون آمالا كثيرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. انتخابات 17 ديسمبر المقبل ستجري في نفس اليوم الذي أحرق فيه محمد البوعزيزي نفسه قبل 4 سنوات في انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ومهدت الطريق لتونس نحو الانتقال الديمقراطي. التقرير لعمر شملالي. الانتخابات الرئاسية على الأبواب، لم يكن طريق الوصول إليها سهلا. عربة البوعزيزي تقف شاهدة على ثورة وضعت تونس فوق كل اعتبار. في 17 ديسمبر أضرم محمد البوعزيزي النار في نفسه. في نفس اليوم بعد 4 سنوات ستكمل تونس سق طريقها إلى بر الأمان. انتخابات رئاسية يعقد عليها التونسيون آمالا كبيرة، ما عهدوا مثلها من قبل. صار بإمكانهم التصويت على مرشح من بين عشرات. لكن ما ينتخبش مش وطن، لكن أنا نتخلى على الواجب نتاعي، ما نتخلاش عليه الواجب نتاعي. ومن بعد ما نقولش وجاني فلان ما نعرفوش، صح ولا؟ أنا كنجي راه ننتخب فلان راسي مرفوع،
اخويا هذا غدوه حتى كي نجي نقول ما عملتش معايا الباهي راني نجبته ما انتخبته. أفق جديد للأمل، رغم ذلك ما يزال البعض فاقدا الثقة فيه وفي الانتخابات الرئاسية وما تسفر عنها. السياسيين ما عندي فيهم حتى ثقة، الثقة ما ثماش، لخاطر إذا كان ثم ثقة ولا إذا كان ثم حكاية نورمالمون من العام الأول ما يخلوش البلاد هك. نورمالمون هذه حكاية ريتها كيف احنا نقولوا معناها رب البيت معناها البو يتحكم في العائلة، يلزم يلقى لها حل. نحن ما فماش حتى حل. السماء ما تزال ملبدة هنا في سيدي بوزيد، في هذا المكان أشعل البوعزيزي ثورة الكرامة، ثورة حملت الإسلاميين إلى السلطة. حزب النهضة الإسلامي أكبر حزب سياسي في البلاد لن يشارك في رئاسيات تونس مكتفيا بالانتخابات التشريعية. بالنسبة لنا مهزلة، كولي حك راسه ويمشي يسجل يقول كنا أخوي نحب نشد رئيس. مبدئيا يفترض أن تكون الانتخابات نزيهة، ليست النزاهة هي ما يقلق المواطنين بالدرجة الأولى، اختيار الرئيس المقبل من بين عشرات هو المقلق، عدد المرشحين للرئاسيات حطم رقما قياسيا. تونسي ما عادش فاهم بالحق، تونسي ما عادش فاهم وما عادش عارف شنية يختار. حاولنا احنا ان احنا نسهلوله الحكاية باش هو يولي يتشجع أكثر ويمشي ينتخب ويوصل صوته. الانتخابات الرئاسية في تونس مرحلة سياسية جديدة يأمل التونسيون أن تكون نتائجها وفق تطلعاتهم وأن تجسد الوعود على أرض الواقع للقطع مع مرحلة ثاروا عليها ودفعوا ثمنا باهظا من أجل الدخول في اللعبة الديمقراطية. في ليبيا أدى أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة عبد الله الثاني بمدينة طبرق أدوا اليمين القانونية أمام مجلس النواب المنتخب. يذكر أن رئيس الحكومة الليبية كان قد دعا في كلمة أمام مجلس النواب عقب منح حكومته الثقة، كان قد دعا العقلاء والحكماء والفرقاء السياسيين الليبيين ومن يحتكمون إلى السلاح إلى الانخراط في عملية وطنية جامعة لإنقاذ الوطن. بعد قليل تتابعون جولة على أهم الصحف العربية والعالمية مع سحر بن سليمان. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت medianTV.com. تحية طيبة لكم أينما كنتم.